Apex Legends بقت لعبة كومبيتيتيف جدا، وبقى في منافسة جامدة في كل جيم، والناس بيتحسنوا يوم بعد يوم، بالذات الناس اللي واكلين شاربين نايمين على Apex. وانت سواء من اللي بيلعب كل يوم 8 ساعات ولا ساعة كل يوم، البرو تيبس اللي قولها لك دي هتساعدك تكسب جيمات اكتر. اول تيب هي هتكون عن الديجيتال ثريت سكوب وبنجالور. الديجيتال ثريت سكوب دي بتتحط على الشوتجنز او الاس ام جيز، بتخليك تشوف من ورا السموك والناس بيبانوا باوتلاين احمر. فانت لو لقيت ديجيتال ثريت وانت بتلعب او معاك بنجالور في التيم، انصحك انك تاخده، انك ممكن تعمل كومبو خطير بالاتنين دول. اول ما تخش في فايت اعمل سموك بالتكتيكال ابيليتي بتاع بنجالور، وايه من ناحيه الانمي وهو مش هيشوفك وهيقعد يلوش من سموك وانت تجيب ايزي كيل عليه، لان الديجيتال ثريت بتوريك الناس من ورا السموك. واحلى حاجه في بنجالور انك ممكن تشيل تو سموكس، وممكن ترمي سموك واحده تقتل بيها انمي، بعد كده اول سموك الاولى تبدا تخلص ترمي الثانيه. بس حتى غير كل الكلام ده، الديجيتال ثريت سكوب حلوه في العادي وبتخليك تركز على التارجت احسن. تاني تيب هي عن السكوب ديستنس. الفكره ان اللونج رينج فايتس في ايبكس صعبه جدا وملهاش لازمه، بس لو انت معاك سلاح زي اللونج بو او الكريبر ممكن تحتاج تلعب لونج رينج. فخليني اشرح لك حاجه حلوه جدا عن السكوبس. وانت عامل سكوب بص تحت شويه هتلاقيها قايل لك الحته اللي انت بص عليها بعيده قد ايه، وعلى حسب هو قايل لك قد ايه انت لازم تعمل لاين اب للرقم اللي على السكوب على الرقم اللي بيقوله لك، ودي ممكن تستخدمها عشان تعرف تجيب هيد شوت من اول ضربه لو حد واقف بعيد. يبقى انا وسكوت. دلوقتي تالت تيب دي انا مش عارف هي جليتش ولا حاجه في اللعبه، بس المهم انها حاجه اوفر باورد جدا. دلوقتي دي السواب العاديه بتاعه اللعبه، مش بطيئه ولا سريعه، بس لو انت دوست على زرار الكراوتش اللي هو كنترول او سي وغيرت سلاحك في نفس الوقت هتلاقيه غيره في لحظه، ودي بتنفع في كلوس رينج فايتس بالذات لو معاك شوت جون و اس ام جي. بس خلي بالك ان هم ممكن يعملوا لها باتش في اي وقت لو طلعت جليتش، فحاول ما تعتمدش عليها قوي. رابع تيب مهمة جدا لو انت عايز يكون عندك فرصة اعلى للفوز. التيب هي انك تعمل دروب هانتنج في كل جيم، بمعنى اول ما تشوف الدروب دور على اقرب بالونة ليك، او لو السبلاي دروب قريبة روح لها جري، ومعظم الاوقات هتلاقي فيها كريبر او ماستف، ودول هم اقوى سلاحين في اللعبة. الفكرة في الاسلحة دي انها اوفر باور بطريقة متخلفة، فتخليك تكسب اي 1 في 1 فايت لو عملت هيت للشوتس بتاعتك، وبالذات في اخر الجيم الاسلحة الليجندري بتخليك عندك ادفانتج ضخمة جدا، بالذات لو اللي قدامك ما عندوش ليجندري ويبن زيك. كل اللي انت محتاجه طلقه واحده هيد شوت بالكريبر او طلقتين بالماستف من قريب. خامس واخر تيب هي انك ممكن تعمل ابيليتيز وهيل وريلود وانت بتعمل سلايد. ولعبه زي ايبكس محتاجك تكون سريع وتتحرك دايما، فانك تفتكر تعمل سلايد وانت بتهيل او وانت بتعمل ابيليتيز دي حاجه مهمه جدا، بالذات لو انت بتحاول تجري من حد وانت لو اتش بي هتحتاج تعمل هيل او ريلود وانت بتعمل سلايد. دي كانت توب 5 برو تيبس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ولو عايزين تشوفوا فيديوهات تانية زي كده اكتبوا لنا في الكومنتس، ما تنساش تقول لنا انت مين وعايز ايه، واشوفكم في الفيديو اللي جاي وسلام.